في حالة الإصابة بالشلل بنقعد في الكرسي المتحرك معظم الوقت، عشان كده لازم نتعود نقعد بشكل صحيح، بمعنى إن العمود الفقري لازم يكون في وضعه الطبيعي ابتداء من الفقرات العنقية ومرورا بباقي الفقرات حتى أسفل الظهر، ولازم أقعد بشكل ملاصق لنهاية الكرسي. وبالنسبة لوضع الرجلين لازم أخد بالي إنهم في وضع يحافظ عليهم ويعالج سقوط الكفتين أو يمنعه. وكمان لازم أخد بالي من الميل شمال ويمين عشان تقوس الظهر. ولما أحب أعمل حصان بالكرسي بزق العجل الخلفي لقدام وارجع بظهري الورا، ولازم احافظ على مركز الثقل دايما في النص بما يتماشى مع درجة الارتفاع.